السؤال الآخر اللي حنحله سؤال الخمسة 21 صفحة 325. السؤال بحكي فيه عنا موتور وفي عنا درم. الدرم هون فيه مركبة مروحة فان بس مش مبينة. الآن شو اللي بيصير؟ اللي بيصير فيه عنا بيلد، فيه عنا كشاط، فيه عنا حزام لاف حوالين الموتور. هذا الموتور، الموتور أوكي، البلت لاف حوالين الموتور وبلف حوالين وبيشغل الدرم اللي هون. الآن الإفكتيف راديوس للموتور 75 مليمتر، الإفكتيف راديوس للبكرة أو للبولي أو للدرم هون 200 مليمتر. شو اللي بيصير؟ اللي بيصير إنه لما التايم بيساوي زيرو ونشغل الموتور N، السرعة تبعته بتتغير يونيفورملي من صفر ل 3600 ريفوليوشن بير مينت في 8 ثواني. الآن قبل ما نشوف شو مطالب السؤال، خلينا نحلل السؤال ونشوف شو في أفكار نستفيد منها لأسئلة ثانية. أول إشي بالنسبة ل بما إنه السرعة بتتغير خلال 8 ثواني، معناته إحنا بإمكاننا نحسب الأكسلريشن تبع الموتور A من خلال اللي تعلمناه سابقا اللي هو أوميجا لA بيساوي الأوميجا لA الإنيشيال نود زائد ألفا سي تي، لأنه حكي لي يونيفورملي معناته الأكسلريشن كونستانت. الآن بلش من زيرو، إذا أوميجا A نود زيرو، وأوميجا اللي حيصلها بعد 8 ثواني مقدارها 3600 ريفوليوشن بير مينت، معناته بالراديان بير سكند الريفوليوشن هي عبارة عن 2 باي بير مينت، نحولها لسكند، معناته من مينت لسكند بنقسم على 60، فحيطلع عندنا ألفا كونستانت لA بدها تساوي 47.17، خلينا نسميها A أحسن. إذن الأكسلريشن، الأنجولر أكسلريشن لA يساوي 47.1 راديان بير سكند تربيع. هذه النقطة الأولى اللي بدنا نجهزها لحل السؤال تبعنا. النقطة الثانية اللي بدنا نحكي فيها في هذا السؤال، اللي هي زي ما حكينا ممكن نستخدمها لأفكار تانية، اللي هو إحنا الآن بالنسبة للبلت اللي عنا هون، الآن بنلاحظ إنه البلت وهو شغال بدون أي سليبينج، بدون أي مشاكل، بنلاحظ إنه الفيلوسيتي عند أي نقطة في هذا البلت هي نفس الفيلوسيتي. إذن الفيلوسيتي عند أي نقطة في البلت بتساوي V وهي ثابتة لكل النقاط. إذن الآن لما يكون البلت عند هذه النقطة مثلا أوكي، فالفيلوسيتي عند النقطة بنسميها النقطة A بتساوي الفيلوسيتي عند النقطة B اللي هو هون أوكي، هذه الفيلوسيتي B وهذه الفيلوسيتي A، وبلاحظ إنهم بيساووا الفيلوسيتي عند أي نقطة ثانية على البلد. الآن طيب، الآن الفيلوسيتي عند النقطة A اللي هي جزء من دائرة، شو هي الفيلوسيتي؟ الفيلوسيتي هي عبارة عن R في أوميجا، فبالتالي A R A في أوميجا A بدها تساوي نفس الإشي هنا ال V B. الآن في سيركولر موشن معناته ال V تبعتها بدها تساوي R في أوميجا R B في أوميجا B. الآن إحنا الأوميجا B عنا، خلينا نجهزها. الآن الأوميجا B بدها تساوي ال R A على ال R B في أوميجا A. ال R A حكينا 75 مليمتر، ال R B 200 مليمتر. الأوميجا A اللي مثلا آخر سرعة بيصلها
آخر سرعة بيصلها أوميجا A اللي هي 3600 مضروبة في 2 باي على 60. أوكي، ففي هذه الحالة أوميجا بي عنا ممكن نحسبها وبتطلع 141.4 راديان بير سكند. إذن هذه النقطة الأولى اللي بدنا نتعلمها، إنه بالنسبة للبيلد الفيلوسيتي عند أي نقطة في البيلد ثابتة نفس الفيلوسيتي عند النقاط الثانية، فالفي اي بتساوي الفي بي، ومنها حسبنا قيمة الفي بي لما يصل الـ 8 seconds. أوكي؟ الآن خلينا نروح على النقطة الثانية اللي بدنا نأخذها كفكرة في هذا السؤال، اللي هي الآن بالنسبة للكشاط مرة ثانية أو بالنسبة للبيلد، بنلاحظ إنه عند أي نقطة على هذا البيلد بنلاحظ تسارعها بده يكون نفسه، أي نقطة على هذا البيلد إلها نفس التسارع، فبالتالي لما نروح عند النقطة A الأكسلريشن التانجنت تبعها بيساوي الأكسلريشن التانجنت عند B، وبساوي الأكسلريشن التانجنت عند أي نقطة على الكشاط. إذن الـ A tangent شو بيساوي؟ بيساوي R في ألفا. إذن الـ A الـ AA tangent بيساوي R A في ألفا A، الـ AB tangent بدها تساوي R B في ألفا B. معناته إذا إحنا بدنا نعرف الـ acceleration تبع B، لأنه إحنا الـ acceleration تبع A طلعناه، ده تساوي الـ RA على الـ RB في ألفا A، إذن 75 على 200 اللي هو الـ ratio of the radius الأول على الـ radius الثاني في 47.1، معناته ألفا B هتطلع 17.67 راديان بير سكند تربيع. إذا جهزنا الشغلات اللي إحنا بدنا إياها حتى نشوف شو مطالب السؤال، بس مرة ثانية النقطة اللي بلشنا منها الفكرة تبعتنا وطلعنا منها الأكسلريشن، إنه الأكسلريشن التانجن تبعت A بيساوي الأكسلريشن التانجن تبع B، بينما الأكسلريشن النورمال هون الأكسلريشن النورمال هيكون معتمد على V تربيع على R، وهنا V تربيع على R، ف الأكسلريشن النورمال بيكون مختلف، بس الأكسلريشن التانجنت عند النقطة A بيساوي الأكسلريشن التانجنت عند النقطة B بيساوي الأكسلريشن التانجنت عند أي نقطة على البلد. الآن خلينا نشوف السؤال شو طالب بالضبط بعد ما حللنا السؤال زي ما شفتوا، خلينا نشوف السؤال بالضبط شو طالب. الآن المطلوب الأول find the number of revolutions turned by the drum B during the 8 second startup period. الآن لما بلش هذا خلال 8 ثواني يتحرك من الصفر لل 3600 revolution per minute، الآن هذا الدرم لف عدد معين من اللفات، فبدنا نشوف خلال 8 ثواني الأوائل قدي عندنا في revolution per minute، لا أو كم revolution عفوا لفهم للدرم في خلال 8 ثواني. الآن معناته إحنا بندور على revolution، بندور على زاوية، فالآن إحنا بنلاحظ إنه الأكسلريشن تبع A والأكسلريشن تبع B هو عبارة عن uniform، فبالتالي بإمكاننا نستخدم الإكسبريشنز اللي تعلمناها لما يكون الأكسلريشن constant. فالآن الإكواشن اللي بدنا نشتغل عليها اللي هي أوميجا B تربيع بتساوي أوميجا B نود تربيع زائد 2 ألفا B، طبعا هذه ألفا كونستان، في ثيتا ناقص ثيتا نود.
الآن إحنا بلشنا من سرعة بتساوي صفر. الآن السرعة اللي بيصللها بعد في خلال الثمان ثواني زي ما حسبناها في تجهيز السؤال، السرعة كانت 141.4، 141.4 تربيع زائد 2 ألفا بي اللي هي 17.67، بيطلع لنا هنا دلتا ثيتا. طبعا ثيتا أو دلتا ثيتا، أو ممكن نعتبر إنه ثيتا نوت زيرو، وبالتالي نحسب ثيتا. المهم دلتا ثيتا الآن من خلال دلتا ثيتا بي، دلتا ثيتا بي بدها تساوي 5.65 راديان، وهذا الحكي بالراديان. الآن هذا بيساوي تقريبا 90 ريفوليوشن. إذا خلال فترة الستارت اب اللي هو بلش من زيرو لحديث 8 ثواني، الآن كان في عندنا 565 راديان اللي هو تقريبا 90 لفة. المطلوب الثاني في هذا السؤال find the angular velocity of the drum B at time at t بتساوي 4 seconds. الآن احنا شفنا بلش من 0 ل 8 ثواني، الآن بدنا في نص هذا الانترفل بين الصفر والثمانية اللي هو الأربعة، بدنا نشوف الانجولار فيلوسيتي للدرام بي. الآن مرة ثانية الاكسلريشن كونستانت زي ما حكينا لـ A و B، فبالتالي بإمكاننا نستخدم الاكسبريشنز أوميجا بي بتساوي أوميجا بي نوت زائد ألفا ألفا بي في التايم اللي إحنا بدنا إياه. الآن التايم اللي إحنا بدنا إياه عبارة عن 4 سكنز، عبارة عن 4 سكنز. الأكسلريشن لبي عبارة عن 17.67. الآن بلش من إنيشال فيلوسيتي للبي بتساوي صفر، فهذا بعطينا أوميجا بي اللي بتطلع قيمتها 70.7 راديان بير سكن. هذه الأوميجا بي، أوكي، واللي هنحتاجها في حتى نحل الفرع اللي بعده. شو بيحكي الفرع اللي بعده؟ الفرع اللي بعده بده the number of revolutions turned by the drum B during the first 4 seconds of motion. الآن خلال الأربع ثواني الأولى من الدوران تبع بي بدنا نطلع قديش لف. احنا طلعنا لف في المطلوب الأول، طلعنا قديش لف خلال أول 8 ثواني. الآن بدنا نشوف قديش لف خلال أول 4 ثواني. فالآن مرة ثانية بنستخدم الإكسبريشن أوميجا بي تربيع بتساوي أوميجا بي نوت تربيع زائد 2 ألفا بي في ثيتا ناقص ثيتا نوت. الآن إحنا بنعرف الأكسلريشن تبع بي اللي هو 17.67، دلتا بي دلتا ثيتا بي اللي إحنا بدنا ندور عليها الريفوليوشنز، زائد قديش في عندي هنا سكن، بلشنا من الزيرو إذا أوميجا زيرو. الآن عند الفور سكنز لما يخلص 4 ثواني قديش بتكون أوميجا؟ من الفرع اللي قبله بتكون 70.7 بنربعها، فهنا في عنا متغير واحد في هذا السؤال اللي هو دلتا ثيتا بي بدها تساوي 141.4 راديان اللي هي بتساوي تقريبا 22.5 ريفوليوشن. وهيك بنكون خلصنا حل سؤال 5 21.